بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. وبعد شهر رمضان دايما بيكون في سؤال بيتردد في عقول كتير من الناس، وهو لو حد عليه أيام من شهر رمضان المفروض ان هو يقضيها. حد مثلا أفطر أيام من شهر رمضان لأنه كان مريض أو مسافر، أو امرأة مثلا كان عليها أيام الدورة في شهر رمضان وأفطرتها، هتعمل إيه بعد شهر رمضان؟ هل تبدأ بصيام 6 أيام من شوال، ولا تبدأ بصيام الأيام اللي عليها من شهر رمضان؟ السؤال ده بيتكرر كتير جدا في الوقت دوت من السنة، وعشان كده حبيت ان انا اجاوبكم عليه ببساطة وبسهولة وباختصار، وان شاء الله تكون اجابة نافعة ومفيدة. العلماء ليهم اقوال في هذه المسألة. القول الاول، مجموعة من العلماء قالوا ان اللي عليه ايام من شهر رمضان يجب عليه ان هو يبدأ الاول بقضاء ايام شهر رمضان، ثم بعد قضاء هذه الايام يبدأ يصوم 6 أيام من شهر شوال. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كتب له صيام الدهر. قالوا إن ده معناه إن يجب على الإنسان إن هو يتم الأول صيام شهر رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه. فهو لازم الأول يصوم شهر رمضان تمام، يعني يقضي كل الأيام اللي عليه، وبعد ما يتم صيام شهر رمضان يبدأ بعد كده في صيام 6 أيام من شهر شوال. ده القول الأول. القول الثاني، علماء قالوا لا، الكلام دوت مش لازم ولا حاجة، وممكن تبدأ بصيام 6 أيام من شهر شوال الأول، وبعد ما تقضي 6 أيام دول تصوم الأيام اللي عليك من شهر رمضان زي ما انت عايز. وقالوا لأني 6 أيام من شهر شوال وقتهم ضيق، ولكن أيام رمضان، قضاء أيام شهر رمضان وقتها أوسع، لأن أيام شهر شوال محصورة في شهر شوال، لو انقضى شهر شوال خلاص مش هتعرف تصوم الأيام دي بعد كده. ولكن قضاء أيام شهر رمضان ممتدة إلى رمضان القادم، لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. فده معناه أن الأيام دي غير محددة بوقت معين، لأنها هذه اللفظة يعني فعدة من أيام أخر نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يعني كان بيبقى عليها أيام من شهر رمضان وكانت لا تستطيع ان هي تقضي ايام شهر رمضان ده، شوف امتى بقى؟ شهر شعبان القادم، يعني عد عليها تقريبا السنة بكاملها، وتقضي الايام اللي كانت عليها في شهر رمضان في شهر شعبان من العام القادم. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية للامام مسلم انها قالت رضي الله عنها: ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. يعني هي الآن بتحكي عن نفسها، وبتحكي كمان عن حال أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن كان حال السيدة عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين، إن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، فكل واحدة منهن كانت بتكون حريصة جدا إن هي تكون غير صائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وحاضر، حتى إذا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن ما تكونش صائمة، وده من مراعاة حق الزوج على زوجته. فكانت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لما يكون عليهم أيام من شهر رمضان كانت تستنى لشهر شعبان الجاي، تفضل طول الوقت دوت ما تقضيش لحد شهر شعبان الجاي. فده معناه إيه؟ معناه إن قضاء أيام شهر رمضان فيها سعة، يعني أمرها واسع، وأيام شهر شوال 6 أيام من شهر شوال أمرها ضيق. لذلك يبدأ بها بالأيام اللي هي وقتها ضيق، وتقدم على الأيام اللي وقتها واسع. وقالوا بأن لا يوجد مانع شرعي من تقديم السنة على الفرض، يعني صيام 6 أيام من شهر شوال دول سنة، وصيام قضاء أيام شهر رمضان دول فرض، فيجوز تقديم السنة على الفرض، لا مانع في ذلك، لأن هو ده حال الناس في كل صلاة. يعني كل صلاة من الصلوات بنبدأ الأول بصلاة السنة وبعدين بنصلي الفرض. ما هو خلي بالك لما الأذان بيؤذن، أذان الظهر مثلا أو الفجر أذن، فمعنى أن الأذان أذن فقد وجب صلاة الفجر، صلاة الفريضة، أو صلاة الظهر، صلاة الفريضة، ومع ذلك أنت بتقدم على الفريضة صلاة السنة. ليه؟ لأن الشرع هو الذي ندب إلى ذلك، فلا مانع شرعي من أنك تقدم أداء السنة على أداء الفرض. فده معناه أن لا مانع شرعي من أنك تقدم صيام 6 أيام من شهر شوال على قضاء أيام شهر رمضان، مع أن دي سنة ودي فرض، مفيش مانع شرعي من كده. فيبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، معناه أن من صام الأيام الواجب عليه صيام
صيامها من شهر رمضان، لأن الأيام التي أفطرها في شهر رمضان إذا كان مسافر أو مريض أو امرأة عندها الدورة الشهرية فهي أفطرتها لأن لها عذر شرعي في الإفطار أو أن له عذر شرعي في الإفطار، فهو أفطرها أخذا بالرخصة التي رخصها الله عز وجل له. لو أجرينا الحديث على ظاهره من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لو أجرينا الحديث على هذا الظاهر فده يبقى معناه إن ما ينفعش تصلي العيد إلا لما تقضي أيام شهر رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى معنى لو إحنا أخذنا النص بظاهره يعني هيبقى معنى كده إنك ما ينفعش تصلي العيد غير لما تقضي الأول الأيام اللي عليك من شهر رمضان وبعدين ترجع تصلي صلاة العيد، والكلام ده ما حدش قال بيه. يبقى معنى كده إن الموضوع فيه سعة، إنك عايز تبدأ الأول بصيام ست أيام من شهر شوال وبعد كده لأن ده وقتها ضيق وبعدين تقضي ما عليك من أيام شهر رمضان لأن وقتها واسع في الأشهر التالية بعد ذلك عندك بقى سنة كاملة تقدر إن أنت تقضي فيها أيام شهر رمضان كماشي. يبقى ده القول الراجح في المسألة إن يجوز تقديم أيام شهر شوال على قضاء أيام شهر رمضان. الاختيار الثالث هو أفضل هذه الاختيارات، وهو أن من كان يعلم من نفسه أنه قادر على صيام أيام شهر رمضان، قضاء أيام رمضان أولا ثم صيام أيام شوال قبل أن ينقضي الشهر، فالأفضل له أن يفعل ذلك. يعني إيه؟ يعني حد أفطر يوم في رمضان لأنه كان مريض، أو أفطر يومين في رمضان لأنه كان مسافر، أو امرأة أفطرت 4-5 أيام في رمضان لأنها كان عندها الدورة، وهي تعلم من نفسها هي أصلا متعودة على الصيام وبتحب الصيام وبتصوم في شعبان وبتصوم في الأيام العادية، الصيام بالنسبة لها شيء مش مرهق ولا متعب ولا حاجة، فهي عارفة من نفسها إن هي هتقدر تصوم 4 أيام قضاء رمضان وبعدين تصوم 6 أيام بتوع شوال من غير مشكلة، يعني عارفة إن ده في استطاعتها وهيبقى بالنسبة لها شيء عادي ما فيهوش إرهاق ولا حاجة، يبقى تعمل كده، تبدأ الأول بقضاء أيام رمضان ثم تصوم بعد ذلك أيام شوال. طيب لو خشي أو خشيت على نفسها إن لو عمل كده أو عملت كده ممكن ما تلحقش تصوم 6 أيام بتوع شوال ويروحوا منها أو يضيعوا منها، يبقى تبدأ بيهم، تبدأ بأيام إيه؟ بأيام شهر شوال. ولكن هنا في نقطة مهمة، وهي أن الأصل في العبادات أنها تكون على الفور، يعني الإنسان إذا وجبت عليه عبادة من العبادات فإنه ينبغي عليه أن يفعلها في أول وقت يستطيع أن هو يفعلها في أن يؤديها. يعني اللي عليه أيام من شهر رمضان هو ليه رخصة، أيوة إن هو ممكن ينتظر إلى شهر شعبان القادم، ولكن مش المفروض أن يعمل كده، المفروض أن هو يبدأ يصوم الأيام دي مباشرة ويقضي الدين اللي عليه مباشرة. ليه؟ لأنه لا يضمن الأيام القادمة إلا هيحصل له فيه، يعني عافاه الله ممكن يمرض يصيبه مرض ويمتد به المرض مدة فيبقى صعب عليه أنه هو يصوم، ممكن يحصل له ظروف حياته تتغير، يسافر، يحصل له أي حاجة خارجة عن إرادته فلا يتمكن بعد ذلك من قضاء ما عليه من أيام أو تبقى قضاء الأيام دي بعد كده صعب. فالأولى له أنه هو إيه؟ أنه هو يصوم الأيام اللي عليه بدري، يعني حتى لو هيبدأ بصيام 6 أيام من شوال ويخلصهم والأيام اللي عليه من شهر رمضان يبدأ يقضيها على طول، يعني ما ينتظرش. هو أيوة ليه رخصة إن هو ينتظر لشهر شعبان اللي جاي، ولكن الأولى والأفضل له إن هو إيه؟ إن هو لا ينتظر، إن هو يقضيها مباشرة في أول وقت يتمكن فيه. ويدل على هذا الكلام لفظ الحديث إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فدل على أنها كانت تؤخر القضاء أيام رمضان إلى شهر شعبان. ليه؟ لأنها لا تستطيع لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاهدا حاضرا، وهي كزوجة يهمها إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادها في أي وقت تكون جاهزة لذلك، وإن هي لا تنغص عليه، وهذا من أدب الزوجة مع زوجها، وأنه لا يحل لها أن تصوم النافلة في حضور الزوج إلا بإذنه. وأما الفريضة فينبغي عليها أيضا أن تستأذنه في القضاء طالما عندها سعة في الوقت، إذا ضاق بها الوقت، يعني لو وصلت لأيام شهر شعبان مثلا وعليها أيام رمضان ولم تقضي هذه الأيام وخشيت إن خلاص كده مش هتلحق، يبقى تصوم حتى إذا لم يأذن لها الزوج. طيب صيام 6 أيام من شوال بيكونوا مجتمعين ولا متفرقين ولا إيه؟ تصومهم زي ما أنت عايز، عايز تصومهم مجتمعين 6 أيام ورا بعض مفيش مشكلة، عايز تصومهم يوم ويوم زي ما أنت عايز، عايز تصومهم زي ما أنت عايز تصومهم الاثنين والخميس مع الاثنين والخميس اللي هم الصيام الأسبوعي ما عندكش مشكلة، عايز تصومهم مع 3 أيام القمرية وال3 أيام التانيين تفرقهم، صوم زي ما
ما انت عايز. مفيش طريقة معينة لصيام ست شوال، ملهمش صورة معينة، صمهم زي ما انت عايز. المهم انك تخلصهم قبل شهر شوال، قبل شهر شوال ما ينقضي. هو ده المهم في الموضوع. ارجو ان كده تكون المسألة واضحة وسهلة وبسيطة. افضل الاقوال انك تبدأ بقضاء ايام شهر رمضان الاول، ثم تتبعها بصيام ست شوال اذا كنت تعلم من نفسك ان انت تقدر على فعل ذلك. اذا كنت لا تقدر على ذلك، او هيبقى في ارهاق او مشقة عليك ولسه خارج من صيام وتعبان، يبقى ابدأ بالستة بتوع شوال الاول، وبعد ما تقضيهم ابدأ في صيام الايام اللي عليك او الايام اللي عليكي من شهر رمضان. واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يبلغنا رمضان اعواما بعد اعوام، وان يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الاعمال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.